طيبهما لسماع تضرعهما وأبهجهما في كل وابحث وفتش واقصي عنهما كل عمل الشيطان تزجر على الروح النجسة واطردها وطهر عمل يديك واستعمل قوتك القاطعة واسحق الشيطان تحت قدمه عاجلا واعطيهما الانتصار عليه وعلى أرواحك النجسة وعلى أرواح النجسة حتى إذا ما ناء الرحمة التي منك لأهلها لأسرارك الخالية السماوية ويرفع إليك المجد أيها الآب والقدس لنا وكل أول ولدار الدائرين يا إلى الرب نطلب يا رب ارحم يا كائن يا سيد يا رب يا ما خلق الإنسان على صورته وشبهه وأعطاه سلطان الحياة الأبدية ثم بعد أن سقط بارتكاب الخطيئة لم يعد عنه بل دبر بتأنيس المسيح خلاص العالم أنت أيضا أنقذ خليقتك هذه من عبودية العدو واقبلهما في مجدك السماوي افتح عيني ذهنهما ليدرك فيه نور إنجيلك واقرن حياتهما بملاك ينير يخلصهم من كل وسواس العدو ومن سلطة الشرير ومن شتائم في النهار ومن الحياة الخبيثة أبعد عنه كل روح النجس المخفي كامن في قلبي أبعد عنه كل روح النجس المخفي كامن في قلبي روح الضلال روح القدس روح عبادة الأصنام كل طمع روح الكذب كل نجاسة مقبولة بحسب تعليم إبليس واجعلهم خرافا ناطقة في قتل مسجدك المقدس وأعضاء كريمة لكنيستك وإلاء مقدسا وأبناء نور ووارثين لملكوتك حتى إذا ما صار في سبيل وصياك وحفظ الختم غير مضبوط وصنع السربل غير مدنس نال غير تدثي في مجدك بنعمة ابنك الوحيد ورحمة ومحبة بشر الذي أنت مبارك معه ومرك في القدس الصالح والمحب أنا وكل وار ولدار الدائرين هل ترفض الشيطان وكل أعماله وجميع ملائكته وكل عباداته؟ هل ترفض الشيطان وكل أعماله وجميع ملائكته وعباداته؟ هل رفض الشيطان؟ أبرز تقرا عليك. هل ترفض هل توافق المسيح؟ هل توافق المسيح؟ هل وافقتما المسيح؟ هل تؤمن به؟ نؤمن بإله واحد آب ضابط خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق إله حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عذيب الأرض المنطق وكفر وقام في يوم الثالث إلى مكة الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمينها وإذا سيأتي بمجد عظيم ليجين الأحياء والأموات الذين أفنى لملكه وبالروح القدس الرب الوحي المنفتح من الآب الذي يوم على الآب والجد يسجد له ويمجد الناطق من الأنبياء من كنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ونترجى قيامة الموت والحياة في الدهنات آمين هل وافقت المسيح؟ هل وافقت المسيح؟ أسجد له مبارك الله الذي يرين أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يؤمنون أنا وكل وار وإلى دهر الناس right, right against mine. انزع عنهما قدمه واعد تجدهما للحياه المؤبده واملاهما من قوه روحك القدوس لوحده مسيحك حتى لا يكونا بعد ابن الجسد بل ابن ملكوتك بمسره ونعمه ابنك الوحيد الذي انت مبارك مع عمرك الكل قدس الصالح والمحلان وكل هون والى دهر الدائرين امين مباركة مملكة الآب والابن روح القدس لنا وكل لأجل هذا البيت المقدس والداخلين إليه بإيمان ورأينا مخافة الله إلى الرب نطلب لأجل أبينا ورئيس كانت السيد مطران جان موقر وكانت المكرمين والشمامس القدام في المسيح وجميع الإكليروس والشعب إلى الرب نطلب لأجل الحكام لأجل أن يقدس هذا الماء بقوة الروح القدس وفعله وحلوله إلى الرب نطلب
لأجل أن تطرح فيه نعمة الفداء وبركة الأردن إلى ربنا نطلب، لأجل أن تحل في هذه المياه قوة السارسة فائقة الجوهر المطهرة إلى ربنا نطلب، لأجل أن نستني سياسة المعرفة والتقوى في حدود الروح القدس إلى ربنا نطلب يا رب ارحم، لأجل أن يظهر حرزا من كل وسواس الأعداء المنظورين والغير المنظورين إلى ربنا نطلب يا رب ارحم، في بارد وقيامة إلى ربنا اطلب ها؟ يا رب ارحم، لأجل أن تحفظ لهما حلة المعمودية وعرب الروح بغير دنس ولا عيب في يوم المسيح إلهنا الرهيب إلى ربنا اطلب بارد وسخن، بارد وسخن، بارد وسخن ولشربال عدم الفساد إلى ربنا اطلب Lord have mercy، لأجل أن يسمع الرب لله صوت تضرعنا إلى ربنا اطلب لأجل نجاتنا ونجاتهما من كل ضيق وحزن وارد وخطر وشدة إلى ربنا نطلب Lord have mercy، وقفنا وخلصنا وارحمنا واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب ارحم، لنا اذكرت سيدتنا الكامل المقدسة الطاهرة البركات المجيدة ووالدت يا دام المسيح مريم وجميع المسلمين، ولنودع المسيح ذواتنا وبعضنا بعضا وحياتنا كلها، لأنه لك ينبغي كل مجد وإكرام وسجود أيها الآب والروح القدس الآن وفي الأوان وإلى دهر الدائرين لتنسحب تحت رسم علامة صليبك جميع قوات معادية لتنسحب تحت رسمة علامة صليبك جميع قوات معادية ولتبتعد عنا جميع الأصنام الهوائية الغير الظاهرة ولا يختفي في هذا الماء شيطان المظلم ولا ينزل مع المعتمد، هذا رجعنا إليك يا رب روح شرير في ظلمة العقل وقلق الفكر، لكن أنت يا سيد الكل أظهر هذا الماء ماء راحة ماء فداء ماء تقديس تطهيرا لأذلال الجسد والروح حلا للقيود مغفرة للزلات استنارة للنفوس حميم البلاد الثاني تجديد الروح نعمة البنوة سربال عدم الفساد ينبوع الحياة، لأنك أنت قلت يا رب استحموا وسيروا أنقياء أنزعوا الشرور من نفوسكم، أنت منحتنا البلاد الثاني من العلاء بالماء والروح، فأظهر يا رب على هذا الماء وامنح المعتمدين فيه أن يتبدلها بحيث يخلع الإنسان العتيق الفاسد بشهوات البرود ويلبس الإنسان الجديد الذي تجدد على مثالك أن تخلقه، حتى عندما غرس معه فيه في شبه موته بالمعمودية أصبح شريك القيامة أيضا، وبعد أن حفظ موهبة روحك القدوس وأنميا وديعة النعمة أخذ جائزة الدعوة العلوية وأحصي مع الأبكار المكتوبين في السماء، لأن لك يا إلهنا وربنا يسوع المسيح المجد والعزة مع أبيك الأزلي وروحك القدوس الصالح والمحيي لنا وكل وان وإلى دار الدائرين آمين، إلى الرب نطلب يا رب ارحم، أيها السيد الرب إله أبينا يا من أرسل إلى الذين في سفينة نوح حمامة حاملة في فمها ورقة زيتون رمز التصالح والنجاة من الطوفان، وبهذه الأمور سبق فرسم سر النعمة، يا من رزقنا ثمرة الزيتون لتكملة أسرار المقدسة، يا من ملأ به الذين في النابوس من الروح القدس وأكمل الذين في المعنى، أن تبارك هذا الزيت أيضا بقوة روحك القدوس وفعله وحلوله بحيث يصبح للممسوحين به والآخذين منه بإيمان مسحة لعدم الفساد سلاحا للبر تجديدا للنفس والجسد حرزا من كل قوة شيطانية صيانة من كل الشرور لمجدك ومجدك الوحيد وربك الكل قدس الصالح والمحيي لنا وكل وار وإلى دار الدارين آمين، هللويا 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 هللويا، تبارك الله الذي يدير ويقدس كل إنسان يأتي العالم الآن وكل وار وإلى دار الدارين آمين. يوم ساعة الله لنا في
It's okay, Baba. My son, see ya. Baba. 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 ملك الكل الجزيل الرافع هب له ايضا خدم موهبه روحك القدوس الكل القدره والمزود له احفظه في قداستك ثبته في الايمان القويم ونجه من الشرير ومن جميع اخلاقه احرز نفسه بخوفك الخالصي في الطهاره والبر حتى اذا ما ارضاك في كل عمل وقول يصير ابنا ووارثا لملكوتك السماوي لانك انت يا الهنا الى رحمه الله واليك انفع المجد ايها الاب والقدوس لنا وكل وار والى دار الدائرين فاتم موهبه الروح القدوم 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 فاتم موهبه الروح القدوم
background. Like, مبارك أنت أيها الرب اليضى بكل يوم والخيرات وشمس العدل. يا مهبالي بسم الله في نور ابنه الوحيد وإلهنا. وما نحن غير مستحقين التنقية السعيدة في الماء المقدس والتقديس الإله في المسعف المحيية. يا من سرنا أيضا بأن يجدد ميلاد عبدتي بالماء والروح وأعطاه فرع الخطايا الاختيارية والغير اختيارية. أنت أيها السيد ملك الكل الجزيل الرب بابا هب له ايضا ختم موهبة روحك القدوس الكل القدره والمسوده يحفظه في قداستك ثبته في الايمان القويم ونجيه من الشرير ومن جميع اخلاقه احصر نفسه بخلاصك بخوفك الخلاصي في الطهاره والبر حتى اذا ما ارضاك في كل عمل وقول يصير ابنا ووارثا لملكوتك السماوي لانك انت يا الهنا يا رحم خلاص واليك ارفع المجد ايها الاب والروح القدس انا وكل واض والى دار الدائري خلت موهبة الروح القدوس خلت موهبة الروح القدوس خلت موهبة الروح القدوس خلت موهبة الروح القدوس خلت موهبة الروح المقدسة أن نجت من الخطايا وأنعم عليه بحياة ميلاد الثاني أنت الآن أيها السيد الرب استحسن أن يشرق في قلبي نور وجهك دائما احفظ درس إيماني بمأمن من هجمات الأعداء وصف فيه سربان النقاوة الذي لبسه ولدنا عن كل عيب ودنس حافظا فيه بنعمتك الختم الروحي غير مطلوب وعاطفا عليه وعلينا برأفتك حسب كثرة مراحمك لأنه يتبارك ويتأشفك الكل يقرأ كرامة والربها أيها الآب والابن روح القدس لنا وكل واض ويا دار الدائر Yeah, I got you on. Got your face over. This guy here, I'm gonna start slapping him around. My face is better than him. You know? Tony, he wants you. Tell her, how's it? She did yes, yeah, she did yes. ايش هذا السبب صار فور توجو كمان مره Just stand in the water. Baby, I don't want to get wet. Don't be afraid. Oh, have you feel underwear already? Baba, it's okay. Baba. Baba. It's in the oil. Baba. Big boy. That's it. It's okay, Baba. Yeah. Finish. Khalas. من شتى انا زيك زيك وانا روحي I'm getting him, بابا كان كول عامل عامل هولد معامل يمزيح الصوت ذات صوت Why do you guys, take his diaper off, man? Huh? He's back to sucking his thumb. Yeah.
Back him up a little bit. Baba, امشي هناك, امشي هناك, let me see you. That's what I said. Turn around, Baba. رتلوا معنا كلنا, انتم اللذيذ. خلاص؟ Where are you going, bro? امشي معك. Go for a walk. اللي بيحب يمشي معنا يمشي معنا. Of Saint Paul to the Romans. Let us be attentive. Brethren,
All of us who have been baptized into Christ Jesus have been baptized into his death. For we were buried with him by means of baptism into death. In order that, just as Christ has arisen from the dead through the Father's glory, so we too may walk in the newness of life. For if we have been united with him in the likeness of his death, we shall be so in the likeness of his resurrection also. For we know our old self has been crucified with him, in order that the body of sin may be destroyed, that we may no longer be slaves to sin. For the dead is acquitted of sin. But if we have died with Christ, we believe we shall also live together with him. For we know that Christ, having risen from the dead, dies now no more. Death shall no longer have domination over him. By the death he died to sin once for all. But now that he lives, he's alive to God. And so you too consider yourselves dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Peace be to you, O reader. Alleluia. 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 الحكمة لنقف ونسمع الإنجيل المقدس السلام لجميع قد تقدم قد تقدم بسم الله والابن والروح القدس
لنا وكل وار وإلى دار الدائرين. آمين. قد اعتمد، قد تقدس، قد تثبت باسم الآب والدر القدس لنا وكل وار وإلى دار الدائرين. Okay, what happens after the first hole? I'm recording, no? Yo, you said you wanted to record. When are we going to walk around? Hi, Khati. Oh, really? Khanula, happy birthday. ولا حدا بده يغني لك؟ شو عمي؟ عمك جابك لسه بيزي عمي؟ عم علو لسه بيزي روح بدك كمان اشي اوه مبين جبت كمان انا حسبت بعدك على نفسه شو عمي اكلت انتين؟ الحمد لله ثانك يو شو صار عمو شو صار لولي Hi Philip Hey how's it going Very good
Why do you got three of them? Hey, Judy, can you sing solo?